يلعب، ولكن حكم لقاء يطلب إعادة التنفيذ. على ما يبدو هناك كان تقدم للاعبي فريق الوحدة. مثنى عرقاوي إذن بركلة البداية يلعب باتجاه خالد كوجلي. نذكر ونعيد تشكيلة الفريقين: محمد مصري، خالد الحجة، إبراهيم بغدادي، حمود الحمود، حسن أبو كف، خالد كوجلي، نور غريب، محمد قلفاط، حسين جويد، ومثنى عرقاوي ومصطفى جنيد. هذه تشكيلة فريق خطين. بالنسبة لفريق الوحدة سريعا: طه موسى، أنس بلحوس، حسين شعيب، علي رمال، ضياء الحق، محمد عبد القادر، عدي لؤي الشريف، خالد المبيض، قصي حبيب، أناس عاجي، وعبد الرحمن بركات. كما ذكرنا حطين يبحث في هذه المواجهة عن ثلاث نقاط تبعده أكثر وأكثر عن شبح الهبوط، ومنافسة شرسة بينه وبين الشرطة على المقعد الأخير وعلى المركز الأخير للهبوط للدرجة الأولى، طبعا بعد تأكيد هبوط عفرين والنواعير واختراب فريق الحرجلة. يبقى مقعد أخير لفريق أحدهما. هذه كرة وتسديدة، الله، محمد خلفاط كان قريب مع الدقيقة الأولى أن يفاجأ فريق الوحدة في اللقطة الماضية، لكن الكرة مرت بعيدة وخرجت إلى خارج أرضية الملعب. شوف الكرة وشوف الإعادة والتمريرة بعد ذلك والاستلام بشكل جميل جدا من محمد خلفاط، ولكن تسديدته علت المرمى وخرجت إلى ركلة مرمى. تهديد أول وتسديدة أولى بالنسبة لفريق حطين. صاحب الأرض يبحث كما ذكرنا منذ البداية عن هدف يريح أعصابه بالتأكيد. ثلاث نقاط ستغ بانتظار عودة استئناف اللاعب الآن بعد خروج خالد المبيض. الآن يعود لأرضية الملعب سالم معافى، وبالتالي تعود الكرة والهجمة حطينية. خالد الحجة باتجاه أبو كف يستلم هذه الكرة ويعود مرة أخرى إلى خالد المدافع الذي يقدم أداء مميز. المدافع الشاب يدخل اليوم في التشكيلة الأساسية طبعا مع غياب لزين خديجة. انطلاقة ومحاولة لكن تمريرة بالخطأ تعود بوسط الملعب. محاولة وما زالت الكرة في المستطيل الأخضر. انطلاقة لمصطفى جنيد بشكل جيد بشكل عرضي، يمرر باتجاه الأمام. محاولة انطلاقة من مثنى عرقاوي، ولكن رأسية بعد ذلك من علي رمال. يحاول لحاق بها طه موسى وينجح بذلك، وبالتالي يلتقط الكرة الماضية. طه موسى يلعب كرة باتجاه الأمام ابعاد من حمود الحمود الذي أيضا اليوم كما ذكرنا يشارك بمركز الظهير مع غياب زين خديجة وتعويضه بالتالي بخالد الحجة ليشكل ثنائية دفاعية مع إبراهيم بغدادي وبالتالي حمود الحمود وحسن أبو كف كظهيرين في لقاء اليوم. هذه كرة ملعوبة لفريق الوحدة بوسط الملعب. محاولة انطلاقة من عبد القادر عادي. العودة مجددا بوسط الملعب وتمريرة بن الشريف إلى الجهة اليسرى تماما ناحية ضياء الحق. ضياء محمد يحاول الانطلاق
امامه انس العاجي، محاوله وتمريره بالفعل الى انس، والعوده مره اخرى للضياء في وسط الملعب، تمريرات قصيره متتاليه، وبعد ذلك جاء الخطا والتدخل على لؤي الشريف، وبالتالي ركله حره لصالح الفريق الضيف. تمريره وملعوبه الكره من انس العاجي باتجاه ضياء الحق، ممكن يلعب الكره العرضيه على القائم البعيد، محاوله وراسيه ولكن تصل سهله تماما باحضان محمد مصري حارس مرمى فريق حطي. جهه يسرى قويه جدا بالنسبه للوحده هجوميا، نتحدث بوجود ضياء الحق وبوجود انس عاجي قد تكون مصدر الخطوره الكبير بالنسبه لفريق الوحده هذه المباراه. مصري باتجاه الامام يلعبها، محاولة ارتقاء من الخلفات ولكن شعيب يقطع الكرة تصل الى قصي حبيب بوسط الملعب، محاولة انطلاق ومرور تصل الى عبد القادر عادي مجددا، الشريف والتمرير على ضياء، ضياء الحق، محمد يحاول الانطلاق على الجهة اليسرى بجانبه انس عاجي، وتمريرة وانطلاقه بجانبه البركات، ممكن تبادل الكرات ولكن كرة مقطوعة بعد ذلك. يا سلام عليك يا انس عاجي بهذا الكرة والمرور، ولكن تدخل بعد ذلك جاء من ابراهيم بغدادي مدافع فريق حطين، اخرج الكرة الى رمية التماس. كانت محاولة لتبادل الكرات بين عبد الرحمن بركات وبين انس العاجي، ولكن الكرة بعد ذلك قطعت وابعدت الى رمية تماس. يعود اللعب للاستئناف، ضياء والتمريرة ناحية عبد الرحمن بركات، يحاول مضغوط عليه من خالد كوجلي، ضغط كبير على صاحب الكرة ولكن انطلاقة وحداوية، رغم ذلك انطلاقة للضياء بشكل مميز، ما زال يحافظ على كرته، يحاول المرور والتدخل من خالد كوجلي والابعاد بعد ذلك الى رمية تماس. الوحدة يحاول فرض السيطرة على الكرة بشكل اكبر وربما حس بالخطر والتهديد بعد كرة محمد قلفاط، وبالتالي يريد السيطرة على الكرة باكبر وقت ممكن. رمية تماس لاصحاب الارض، حسن ابو كف الى خالد الحجي، يعيدها مرة أخرى لكن بشكل خصير تماما وخاطئ، وبالتالي يعود عبد الرحمن بركات يحاول فيها، الكرة تقطع مجددا تبعد وتصطدم بعبد الرحمن بركات وتخرج إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى تلعب بشكل سريع اتجاه حمود الحمود على الجهة اليسرى. تمريرة إلى إبراهيم بغدادي. نور غريب، العودة مرة أخرى إلى خالد الحجي. لعب الكرات في الخط الخلفي مع تواجد عديد اللاعبين من فريق الوحدة، انطلاقة ومحاولة خروج بالكرة من إبراهيم بغدادي، تمريرة باتجاه الأمام لكنها خاطئة تماما، تعود إلى ضياء ومنه إلى عبد القادر عدي، يمرر إلى أنس العاجي، أنس يحاول لعب الكرة باتجاه الأمام ولكن أقرب وأسهل إلى محمد مصري في اللقطة الماضية. سهلة الكرة كانت عند حارس المرمى يضعها في اللعب، بالتالي عند نور غريب يمرر إلى وسط ملعب مصطفى جنيد، مصطفى ينطلق بهذه الكرة، يحاول ما زال وحيدا يمرر إلى مثنى عرقاوي، يتبادل الكرات بشكل جيد وتناقل للكرات بالنهاية تستقر عند حسين جويد على الجهة اليسرى، محاولة انطلاقة ممكن لعب كرة عرضية، تمريرها لحسين إلى مصطفى جنيد داخل منطقة، مصطفى يحاول التسديد ولكن بأحضان طه موسى الكرة الماضية، تهديد آخر من الجهة اليمنى لفريق حطين كان ممكن من خلاله أن يسجل ولكن هذه المرة طه موسى موجود، تعود الكرة بهجمة مرتدة وحداوية. علي رمال يعود إلى أنس بلحوس مجددا، تبادل الكرات تصل بعد ذلك إلى لؤي الشريف ومنه إلى عبد القادر عدي، عدي في وسط الملعب، تمريرة خاطئة تماما تعود إلى حسين جويد، حسين يحاول بالتمويه مميز يستقبل الكرة ويعود بالتالي إلى الخلف، خالد كوجلي، خالد يبحث عن تمريرة يمرر باتجاه مصطفى شنيد، يسيطر على كرته بشكل مميز، يلعب كرة باتجاه الأمام ولكن ضياء بالمكان المناسب يقطع الكرة، ضياء الحق والتمريرة بعد ذلك تصل مجددا إلى ضياء بعد تمريرة من الشريف، انطلاقة ومحاولة، يا سلام عليك يا ضياء على هذا الاختراق والمرور من اللاعب الثالث ولكن بعد ذلك بشكل مميز الكرة تقطع وتعود حطينية مرة أخرى على الجهة اليمنى، حسين جويد مع تقدم لأبو كف وما تقدم للقذفات كذلك، هذه كرة من حسن أبو كف يقاتل على كرته ولكن التدخل والإبعاد إلى ركلة ركنية كان من حسين شعيب المدافع المحوري بالنسبة لفريق الوحدة، ركنية من الجهة اليمنى إذن لأصحاب الأرض، تلعب بشكل سريع، حكم لقاء، حكم لقاء يطلب إعادة التنفيذ. تواجد لي أربع لاعبين في منطقة جزاء فريق الوحدة مع هذه الركلة الثابتة، الركلة الركنية، حسين جويد كما هي العادة على التنفيذ،
مع تقدم للقلفاط ايضا باتجاه المسانده حسين جويد عاليه على القائم البعيد تماما يرسلها باتجاه مصطفى جنيد، يستلم الكره مصطفى على الجهه اليسرى عرضيه ولكن الابعاد مره اخرى من طه موسى، ما زالت الخطوره ومحاوله ولعب كره باتجاه الامام ولكن اسهل واقرب الى طه موسى، تنتهي فعاليه هذه الهجمه وتعود الكره وحداويه ملعوبه باتجاه الامام مع وجود لخالد المبيض، استلام للكره من خالد وعوده للخلف بانتظار مسانده والتمريره بالفعل الى ضياء، ضياء وامامه عبد الرحمن بركات بالفعل يمرر محاوله انطلاق على الجهه اليسرى يتحرك ويحاول المرور والمراوغه ولكن الضغط الكبير على حمل الكره يكلف عبد الرحمن بركات فقدان هذه الكره وتعود بهجمه مرتده حطينيه، حسين جويد والتمريره لمثنى عرقاوي، يستلم مثنى بجنبه مصطفى جنيد بالفعل يمرر بشكل مميز وجميل الى الجهه اليسرى، مصطفى جنيد يمرر مره اخرى يتبادل الكرات مع مثنى يحاول داخل منطقه العمليات خطيره هذه ولكن العوده للخلف بعد ذلك تمريره مره اخرى من مصطفى جنيد ولكن الكره طالت الكره الماضيه وبشكل رائع جدا ولكن الحكم مساعد مازن زيزفول يشير الى خروج الكره الى ركله مرمى وبالتالي تصل الكره الى ركله مرمى لفريق الوحده. كان ممكن يعني بفرصه بهجمه مرتده ان يهدد حطين بشكل افضل ولكن ربما تباطا او تاخر مصطفى جنيد في المسانده مما اضطر مثنى عرقاوي للعوده للخلف. اهلي حلب يتقدم هناك على الكرامة والأهداف المباريات الخمس التي تقابل اليوم، أهلي حلب والكرامة حطين والوحدة اللي تتابعونها مباشرة والشرطة والطليعة والفتوة والحرجلة والنواعير وجبلة وطبعا أكيد أعين مشجعي ومتابعي فريق حطين على لقاء الشرطة والطليعة هناك في دمشق. رمي التماس حسن أبو كف يلعب باتجاه مثنى، مثنى المتراجع لاستلام الكرات يستلم هذه الكرة ولكن طالت عليه، تعود مجددا قصي حبيبه والتمريرة إلى أنس حاجي، تمريرات ولكنها خاطئة بعد ذلك، مثنى ينطلق بهذه الكرة بجنبه حسين جويد وبعد ذلك التمريرة القلفاط بتغيير اتجاه اللعب بالفعل من خالد كوجلي إلى مصطفى جنيد، مصطفى يحاول التمرير إلى حمود الحمود، يستلم حمود بانتظار العرضية على القائم البعيد والإبعاد بعد ذلك من حسين شعيب، تعود مجددا نور غريب والتمريره الى الجويد، الجويد يستلم بانتظار المسانده يعود بالفعل الى حسن ابو كف ومنه الى خالد كوجلي بوسط الملعب، كوجلي يحاول يغير اتجاه اللعب الى الظهير الايسر، حمود الحمود امامه مساحه ينطلق ويمرر باتجاه قلفاط، جيد جدا قلفاط في الاستلام والعوده بعد ذلك الى كوجلي، تغيير اتجاه اللعب ناحيه حسين الجويد، الكره طالت بعد الشيء اللي يحاول اللحاق بها ولكن الكره طالت فعلا وخرجت وعدت الى ركله مرمى. ركلة مرمى تلعب بشكل قصير حسين شعيب بعد ذلك إلى ضياء الحق يحاول الاستلام ويمرر بعد ذلك إلى أنس العاجي لكن أخطأ الاستلام وكرة تعود بهجمة مرتدة اللي يحطين حسين جويد بجنبه حسن أبو كف تمريرة للقلفاط، قلفاط داخل منطقة العمليات تمريرة باتجاه الأمام ولكن الكرة تصل سهلة عند طه موسى حارس مرمى فريق الوحدة، اعتماد كبير من لاعبي فريق حطين على الجهة اليمنى مع مساندة للقلفاط في الحالة الهجومية وأشوف عودة قلفاط أيضا للمساندة الدفاعية. تعود الكرة مجددا وحداوية وانطلاقة من ضياء على الجهة اليسرى. اعتماد كبير كما ذكرنا من لاعبي فريق الوحدة على الجهة اليسرى بوجود ضياء وبوجود أنس العاجي ومع مساندة بعض الشيء كان من عبد الرحمن بركات في عديد اللقطات يتحرك يسارا مهاجم فريق الوحدة بشكل كبير. خالد الحجي ومنه إلى خالد كوجلي. تمريرة إلى مصطفى جنيد يعود مجددا. لاستلام الكرات مصطفى جنيد مميز جدا في الخروج بالكره والانتقال الى الحاله الهجوميه. الحجي والتمريره الى حسن ابو كف، حسن والتمرير ناحيه قلفاط، قلفاط يستلم يمرر تمريره في العمق بشكل جيد ولكن الكره طالت من حسين جويد على نور غريب وبالتالي تعود وحداويه، انطلاقه لعلي رمال هذه المره على الجهه اليمنى، علي رمال يحاول الانطلاق والمرور بسرعته ولكن الكره تبعد بعد ذلك. هنا كرة وتدخل بالفعل، تدخل كان في اللقطة الماضية على خالد المبيض وبالتالي ركلة حرة مباشرة وحداوية. تدخل كان على خالد المبيض بعد كرة كانت مقطوعة من علي رمال، استلمها المبيض حاول الانطلاق فيها وبعد ذلك تعرض للعرقلة وبالتالي ركلة حرة لفريق الوحدة من الجهة اليمنى.
ركله ركنيه او عفوا ركله حره اذا من الجهه اليمنى، ملعوبه الكره ولكن الابعاد بعد ذلك تصل مجددا الى رمال والتمريره. قصي حبيبي يحاول التمرير من لمسه واحده، يتبادل الكرات بشكل جيد مع خالد المبيض، رائع جدا في الاستلام والكره ملعوبه الى داخل منطقه العمليات، تبادل الكرات ولكن الابعاد من خالد الحجي وتتحول بعد ذلك لهجمه مرتده حطينيه على الجهه اليسرى، انطلاقه ومحاوله مصطفى جنيد محاصر يعود الى الامام يمرر الامام ناحيه مثنى عرقاوي، مثنى بشكل جيد يستلم ويمرر الى القلفاط وحيدا من على الجهه اليمنى بانتظار مسانده قلفاط، يعود للخلف بالفعل لغياب الكثافه وبالتالي تعود من كوجلي الى مصطفى جنيد، يحاول المرور والتمرير داخل منطقه العمليات والتمريره بعد ذلك من قلفاط، حاول المرور ولكن علي رمال كان في المكان المناسب، يقطع الكره الماضيه تعود مجددا خالد المبيض بالمهاره، يمر من نور غريب يحاول التمرير باتجاه البركات ولكن تمريرته خاطئه بشكل كامل وبالتالي تعود مجددا حطينيه، كوجلي بوسط الملعب يحاول يكسب خطا بعد تدخل من عبد القادر عدي اللي بالمناسبه يقدم موسم مميز جدا، عبد القادر عدي رفقه فريق الوحده هذا الموسم سجل 3 اهداف، هدفين منها على عفرين وهدف كان امام النواعير متوسط ميدان فريق الوحده. بكل الاحوال كره ملعوبه نور غريب يحاول لعب الكره لكنها خاطئه تماما، تعود مجددا انطلاقه وتدخل بعد ذلك حكم لقاء يشير الى افضليه اللعب وانطلاقه لعبد الرحمن بركات وحيدا ينطلق بين 4 لاعبين للاعبي فريق حطين، يتباطا بعد الشيء بانتظار المسانده البركات يهيئها بالفعل لعبد القادر عادي ممكن يسدد من بعيد ولكن تسديدته خرجت الى ركله مرمى، تسديده كانت قريبه بعد الشيء على مرمى محمد مصري ولكن لم تشكل الخطوره الكافيه، كان انطلاقه من عبد الرحمن بركات وحيدا بانتظار طبعا كان المسانده عدل الخلف بالفعل وسدد كره خرجت بعد ذلك الى ركله مرمى. ملعوبه الكره باتجاه الامام محاوله وابعاد بعد ذلك الى رميه تماس وحداويه باشاره من الحكم المساعد. كره تقطع واصطدمت بانس العاجي طبعا قبل ان تخرج وبعدها الى رميه تماس وحسن ابو كف. هل يلعبها بشكل طويل حسن ابو كف؟ ينظر ما زال يبحث عن الحل الامثل بالنسبه لهذه الرميه. بالفعل يلعبها باتجاه الامام، قلفاط يحاول الاستلام بشكل جيد، يستلم ويمر يحافظ على كرته، يعود الى الخلف ابو كف. يغير اتجاه اللعب بشكل ناجح ناحية حمود الحمود، كنترول واستلاب ينظر إلى أمام حمود، يلعب كرة طويلة باتجاه محمد قلفاط ولكن الكرة طالت على قلفاط، حاول الحاق بها ولكن كرة طالت وخرجت إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى وحداوية إذن. تلعب بشكل قصير حسين شعيب، يستلم ويمرر باتجاه خالد المبيض بشكل جيد، يستلم خالد يبحث عن تمريره غير مضغوط عليه بالشكل الكافي، يمرر بعد ذلك الى عبد القادر عادي، يستلم عبد القادر عادي وتمريره الى علي رمال، رمال يحاول يمرر الى الخلف انس بلحوس، حسين شعيب عادي مجددا ينطلق ويمرر الى ضياء بشكل جيد، ضياء يستلم يمرر باتجاه انس العاجي وهروب على الجهه اليسرى، محاولة لعب الكرة العرضية ولكن تدخل بعد ذلك كان من خالد الحجة وابعاد الى الركلة ركنية وحداوية من الجهة اليسرى. جبلة يتقدم على النواعير باقدام عبد الله حفيان اللاعب المتميز جدا والذي يقدم ارقام ومستويات مميزة منذ عودته من الاصابة، قدم الكثير والكثير من الاهداف والمساهمات بالنسبة لفريق جبلة وساهم في نقله إلى طابق آخر تماما على سلم الدوري. ركلة ركنية وحداوية عالية على القائم الأول، محاولة ولكن بعد من نور غريب، ما زالت الكرة لعلي رمال يحاول من أمام مصطفى جنيد بشكل جيد، يستلم هذه الكرة ويمررها باتجاه الأمام والكرة ما زالت الخطرة حكم اللقاء يشير إلى استمرار اللعب وبالتالي تعود الكرة بهجمة مرتدة لفريق حطين، مصطفى جنيد والتمريرة باتجاه مثنى عرقاوي يحاول المرور ولكن الكرة قطعت، عادت مرة أخرى الى نور غريب، مصطفى جنيد استلام للكره، فرصه خطره كانت جدا لفريق الوحده في اللقطه الماضيه، بعد ذلك كان هناك سقوط والكره تخرج الى رمي التماس، شوف الكره الماضيه
بالإعادة هذه كرة علي رمال ولعبها خلف المدافعين، لا يوجد كان تسلل بإشارة من الحكم المساعد على أنس العاجي، وبعد ذلك التمريرة على الجهة المقابلة تماما ومحاولة كانت، وحكم لقاء كان يشاهد اللقطة وأشار إلى استمرار اللعب، إشارة لاستمرار اللعب في اللقطة الماضية، وبالتالي فرصة خطرة جدا تمر على فريق الوحدة لافتتاح التسجيل. هذه اللقطة بالإعادة مرة أخرى، لكن هروب أنس العاجي وكسر مسيرة التسلل، وبعد ذلك التمريرة العرضية والاحتكاك الماضي. طبعا نترك لكم الحكم مشاهدينا متابعينا في اللقطة الماضية، حكم لقاء كان قريب من اللقطة طبعا بشكل كبير بزاوية واضحة، وأشار إلى استمرار اللعب، واللعب ما زال متوقف طبعا لعلاج خالد المبيض اللي كان تعرض للاحتكاك الماضي في اللقطة الماضية، وبالتالي يعود اللعب للاستئناف الآن. رمي التماس إذن، وقصي حبيب يعيد الكرة إلى محمد مصري بعد أن خرجت للإطمئنان على خالد المبيض، وبالتالي تعود مجددا الكرة حطينية من الجهة اليمنى، حسن أبو كف والتمريرة، نور غريب، حمود الحمود واستلام وتمريرة باتجاه الأمام مصطفى جنيد إلى نور مجددا، نور غريب يحاول التمرير لكن التمريرة كانت لحسين الجويد قصيرة، بعد الشيء اضطر للعودة إلى الخلف مجددا، حسين جويد إلى كوجلي مجددا إلى حمود الحمود، تبادل الكرات بوسط ملعب فريق الوحدة وتمريرات قصيرة وتمريرة باتجاه الأمام، ولكن الكرة كانت بعيدة عن مثنى عرقاوي مهاجم فريق حطين، وتصل بعد ذلك سهلة إلى طه موسى يضعها في اللعب مباشرة إلى ضياء الحق، ضياء المميز جدا على المستوى وعلى الصعيد الهجومي، ينطلق بالكرة إلى خالد المبيض يغير اتجاه اللعب بشكل مميز إلى قصي، استلام لهذه الكرة قصي حبيب، يعود للخلف إلى أنس بلحوس، حسين شعيب يستلم ويمرر باتجاه لؤي الشريف، لؤي يلعب كرة باتجاه الأمام ولكنها خاطئة تماما وأبعاد خاطئ أيضا بعد ذلك من دفاعات فريق حطين، وبالتالي انطلاقة لضياء الحق، محمد على الجهة اليسرى يحاول ما زال ممكن يلعب الكرة العرضية ولكن بعيدة تماما بغياب الكثافة الهجومية، تصل الكرة أقرب إلى حمود الحمود الذي يحاول بدأ بهجمة جديدة، حطينية يتعثر بعد ذلك وحكم لقاء يشير إلى خطأ لأصحاب الأرض. خطأ إذن ينفذ ويلعب باتجاه الأمام، محاولة هروب من حسين الجويد ولكن أنس بلحوس بالمكان المناسب يقطع هذه الكرة، ما زالت حطينية خطيرة هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، العودة إلى الخلف بعد ذلك من مثنى عرقاوي باتجاه مصطفى جنيد، يحاول مرور مصطفى بالمهارة الفردية ولعب الكرة العرضية ولكن الكرة خرجت بعد ذلك إلى ركلة ركنية حطينية من الجهة اليسرى، خطورة كبيرة لمصطفى جنيد بالمهارة يحاول خلق التفوق وبالفعل يكسب ركلة ركنية أيضا من الجهة اليسرى، وحسين جويد على التنفيذ، حسين جويد على تنفيذ الركلة الركنية تلعب على القائم الأول ولكن سهلة جدا عند طه موسى حارس مرمى فريق الوحدة. تعود مجددا الوحداوية والتمريرة إلى المبيض، المبيض يستلم الكرة غير مضغوط عليه، يبحث عن حل، يبحث عن تمريرة وهروب ممكن لعبد الرحمن أو لعنس العاجي، انطلاقة ناحية الأمام ولكن أقرب الكرة إلى محمد مصري، وقبل ذلك كان هناك راية وتسلل وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة لفريق حطين. نور غريب مجددا باتجاه الجنيد، الجنيد يحاول لعب كرة إلى الأمام ولكن سهلة جدا عند طه موسى، يعني هناك تنويع ربما في الحلول بالنسبة للفريقين، محاولة لعب كرات طويلة خلف المدافعين، محاولة انطلاق
على الجهة اليسرى بالنسبة للوحدة واليمنى بالنسبة لحطين، لكن حتى الآن دون تهديدات خطيرة جدا، دون تهديدات حقيقية على مرمى الفريقين. هذه كرة المبيض يحاول بوسط ملعب فريق حطين، يستلم هذه الكرة مع وجود لضياء وحيدا على الجهة اليسرى، بالفعل يلعب الكرة العرضية ولكن ابعاد بعد ذلك من بغدادي، مجددا تعود عبد القادر عدي الى خالد المبيض، تبادل الكرات والتمريرة الى قصي حبيب، يستلم هذه الكرة انتظار المسانده، قصي يلعبها الى داخل المنطقه ولكن ابعاد من ابراهيم بغدادي، وبالتالي تعود بهجمه مرتده انطلاقه على الجهه اليسرى ومحاوله حطينيه العوده من حسين جويد، تمريره الى خالد كوجلي، ضغط من لاعبي فريق الوحده على حامل الكره بوسط ملعب فريق حطين يكلف بالتالي فريق حطين فقدان هذه الكره ولعبها وتشتيتها الى خارج ارضيه الملعب، رميه تماس تعود الى حسين شعيب والتمريره لضياء، لحتى الان مع مرور 25 دقيقه لاعب يقدم اداء جيد ومميز من الناحيه الهجوميه على الجهه اليسرى، تمريره المبيض عادي، تبادل الكرات بوسط الملعب وانطلاقه محاول بناء هجمه وحداويه، انطلاقه لقصي حبيب وعبد القادر عدي ايضا على الجهه اليمنى، بالفعل يعيدها الى عبد القادر عدي داخل المنطقه، يحاول لعبها بالكعب ولكن خالد كوجلي يقراها يشتتها وتعود وحداويه مجددا المبيض بعد تمريرة من الرمال، استلام ولكن استلام خاطئ كان وبالتالي تعود لحطين بهجمة مرتدة، محاول تمريرة باتجاه مثنى عرقاوي من حسين جويد ولكن حسين شعيب بالتغطية، انطلاقة ومرور لمثنى عرقاوي على الجهة اليمنى بانتظار الكثافة الهجومية، مثنى يعود للخلف بالفعل إلى محمد قلفات، قلفات خطير، قلفات خطير في مثل هذه المواقع، يمرر حسين جويد ويتبادل الكرات بعد ذلك، قلفات الله، فرصة خطرة خطرة خطرة، فرصة خطرة لقلفات كان ممكن معها أن يفتتح التسجيل في المباراة ولكن تسديدة تمر بجانب القائم الأيمن، أخطر فرص حطين في اللقاء مع الدقيقة 27 بالفعل كما ذكرنا، قلفات خطير في مثل هذه الواقع، تبادل الكرات وبعد ذلك استلم كرة خلف المدافعين واستدت كرة بجانب القائم الأيمن ومرت وخرجت إلى ركلة مرمى، حكم لقاء طاهر بكار يشير إلى استراحة لشرب المياه للفريقين. اللعب إذن سيعود للاستئناف بعد انتهاء استراحة شرب المياه وبالتالي يعود اللعب وركلة مرمى لفريق الوحدة بعد فرصة خطرة جدا كانت لفريق حطين عن طريق محمد خلفات، كان ممكن من خلالها أن يفتتح أهداف اللقاء ولكن بكل الأحوال الكرة مرت وعادت مجددا الوحداوية، قصي حبيب يحاول يلعب كرة، حكم اللقاء يشير إلى خطأ لقصي حبيب بوسط الملعب بوسط ملعب فريق الوحدة عفوا، خطأ إذن وحداوي مع وصوله للنصف نصف ساعة لعب، ينفذ الخطأ بشكل قصير حسين شعيب، حسين شعيب مع عودة لقصي حبيب ربما الاستلام الكرات لكن حسين يعود بعد ذلك إلى حارس المرمى والتمريرة
كانت بعيدة بعد الشيء على أنس بلحوس يلحق بها أنس بلحوس ويمر باتجاه قصي حبيب، قصي بلمسة واحدة يحاول لعب الكرة باتجاه الأمام لكن تقطع تعود من حمود الحمود بشكل جيد ينطلق ويمرر لخالد كوجلي ممكن يحاول التمرير بشكل مميز إلى حسين الجويد ولكن الإبعاد بعد ذلك من أنس بلحوس والإبعاد إلى رمية التماس ما زالت الخطورة. كوجلي يلعبها باتجاه الجويد داخل منطقة الجزاء يحاول حسين الجويد والعودة بعد ذلك إلى خالد كوجلي مضغوط عليه خالد والتمريرة إلى أبو كف، أبو كف يحاول ويموه بشكل مميز يعود إلى جويد يعكسها إلى داخل المنطقة ولكن الإبعاد جاء بعد ذلك ما زالت الكرة حطينية وما زال خطر حطيني ولكن حسين جويد أخطأ التمرير في اللقطة الماضية وانطلاقة وهجمة مرتدة ولكن نور غريب في التغطية الدفاعية يعيد الكرة إلى الخلف بشكل خاطئ تماما بركات داخل منطقة العمليات وتسديدة وأبعاد بعد ذلك من خالد الحجي وخروج لحارس المرمى فرصة 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 خطرة كانت لفريق الوحدة عن طريق عبد الرحمن بركات خطأ كبير من نور غريب في إعادة الكرة من الخلف عادها بشكل قصير وكأنه يمرر كان إلى عبد الرحمن بركات في اللقطة الماضية ولكن محمد مصري كان في المكان المناسب تصدى لتسديدة عبد الرحمن بركات تهديد آخر وتهديد قوي بالنسبة لفريق الوحدة في المباراة يرد على تسديدة وتهديد محمد قلفاط في الدقائق الماضية ولكن التعادل السلبي ما زال قائم بين الفريقين حتى الآن. محمد مصري يلعب كرة باتجاه الأمام خاطئة تماما ماذا يحدث للاعبي فريق حطين في الدقائق الماضية هذه كرة لعبد القادر عدي عبد القادر والتمريرة إلى الأمام ولكن كرة بعيدة تماما عن أنس العاجي تصل أقرب إلى حسن أبو كف يحاول لعبها والسيطر عليها يتبادل الكرات بشكل جيد ولكن كرة طالت طالت الكرة من خالد الحجة وأبعاد إلى رمية تماس. سقوط لمحمد مصري حارس مرمى فريق حطين على الأرض وتوقف اللعب بالتالي هذه الكرة والفرصة الأكثر خطورة بالنسبة لفريق حطين شوف تبادل الكرات بشكل مميز وقلفات سدد بشكل ناجح ولكن تمريرته عفوا تسديدته مرت جانبية. وهذه الفرصة الأخطر أيضا بالنسبة لفريق الوحدة عبد الرحمن بركات كان ممكن يستغل تمريرة خاطئة تماما من نور غريب إذن أخطر فرص اللقاء حتى الآن بالنسبة لفريق حطين والوحدة والتعادل السلبي ما زال قائم واللعب متوقف لعلاج محمد مصري حارس مرمى فريق حطين. يعود اللعب مجددا ورمية التماس تنفذ محاولة وتمريرة باتجاه الأمام ولكن كرة بعيدة تماما من عبد الرحمن بركات عن ضياء الحق محمد وبالتالي تعود الكرة حطينية. تلعب الكرة مجددا ضياء من على الجهة اليسرى يحاول الانطلاق ضغط من محمد قلفاط وبالتالي تقطع الكرة محاولة وأبعاد من خالد الحجة وأبعاد إلى رمية تماس بالفعل على الجهة اليسرى الشريف تمريرة خاطئة تعود مجددة حطينية محاولة تشتيت الكرة باتجاه الأمام لكن أبعاد من حسين شعيب بعد ذلك إلى رمية تماس أخرى لأصحاب الأرض حسين الجويد يحاول كان عكس الكرة في اللقطة الماضية ولكن لم يتمكن من ذلك الكرة أيضا خرجت لربيع تماس يعني اللعب حتى الآن منحصر على الجهة اليسرى من الملعب اليسرى بالنسبة للوحدة واليمنى بالنسبة لحطين انطلاقة لعلي رمال والتمريرة بعد ذلك إلى عبد القادر علي تبادل الكرات بين رمال وعدي وتصل بعد ذلك إلى لؤي الشريف بوسط الملعب تبادل الكرات مع خالد المبيض لكن تقطع بعد ذلك تعود حطينية انطلاقة لمثنى يحاول تهيئتها بالصدر بشكل ناجح لمحمد قلفاط ولكن
اخطا الاستلام والمرور وبالتالي تعود وحداوي عبد القادر علي والتمرير باتجاه قصي حبيب. قصي يحاول عكس الكره مجددا ولكن تمريره خاطئه، تعود بهجمه مرتده حطينيه وانطلاقه بكثافه هجوميه. قلفاط بشكل جيد يمر ويمرر ولكن كره ابعدت من انس بلحوس، محاوله من عبد الرحمن او عفوا انس العاجي لاستقطاب هذه الكره بالفعل ينجح بذلك وتعود بهجمه خطره لفريق الوحده، انطلاقه من ضياء الحق ولكن ابعاد كان في اللقطه الماضيه، وضغط من عبد الرحمن بركات على حسن ابو كف، ضغط كبير يطبقه عبد الرحمن بركات على مدافعي فريق حطين وبالتالي يشكل بعض الارباك بالتأكيد في الخروج بالكرة، وهذا يسبب الكثير من المشاكل ويعني يعطي الأفضلية بالنسبة لفريق الوحدة في الأماكن الأمامية. الضغط القوي على حامل الكرة في منطقة دفاع فريق حطين. خالد الحجة يلعبها بشكل طويل ناحية مثنى، ممكن يعكسها للخلف ناحية قلفاط ولكن بعد ذلك من دفاعات فريق الوحدة، تعود مجددا عبد القادر عدي والانطلاقة والمراوغة والمرور والتمرير إلى خالد المبيض ومنه إلى ضياء، ضياء الحق على الجهة اليسرى ومحاولة انطلاقة وبناء هجمة جديدة، المبيض بالكعب إلى ضياء مجددا لكن تمريراته كانت خاطئة وتعود بعد ذلك لكوجلي، كوجلي لقلفاط بشكل جيد يعكسها إلى حسين جويد، حسين ينطلق على الجهة اليمنى، جويد بشكل مميز يكسب خطأ بعد ذلك من أمام عبد القادر عدي وبالتالي تعود الكرة حطينية. تلعب وتنفذ التمريره اتجاه نور غريب وتغيير اتجاه اللعب بشكل ناجح ناحية حمود الحمود، يسقط ارضا يتعثر ولكن يعود ويستلم كرته يمرر الى مصطفى جنيد والتمريره بعد ذلك الى خالد كوجلي، كوجلي يبحث يمرر على الجهه اليسرى، حمود يحاول بشكل عرضي ممكن يسدد من بعيد، تسديد حمود بعيده تماما ولم تشكل الخطوره الكافيه على مرمى الوحده وبالتالي تخرج الى ركله مرمى. ركلة مرمى تلعب بشكل قصير كما اعتدنا بالنسبة لفريق الوحدة وبناء اللعب من الخلف، تصل بالفعل بعد ذلك إلى عبد القادر عدي ممكن يخطأ في مكان خطير، الله يا مصطفى جنيد، مصطفى جنيد المتألق مع مرحلة الإياب يصل إلى هدفه الخامس ويستغل خطأ كبير من عبد القادر عدي بوسط ملعب فريق الوحدة، يستخلص الكرة ويضع الكرة على يمين طه موسى ويسجل هدفه الخامس في الدوري هذا العام مصطفى جنيد بعد هدفين في مرمى جبلة وهدف في مرمى الشرطة وهدف في مرمى أهلي حلب، الآن يسجل في شباك الوحدة ويعطي الأفراح لفريق حطين بهذه الكرة، خطأ كبير جدا يتحمل مسؤوليته بشكل كامل عبد القادر عدي. كنا نتحدث وأن الوحدة يلعب كرات قصيرة في الخلف، يبدأ ببناء الهجمة من الخلف ولكن لا يمكن أن تخطأ مثل هذه الأخطاء إذا ما كنت تريد البناء من الخلف، يجب أن يكون البناء سريعا يا عبد القادر وبالتالي خطأ كبير يكلف الوحدة التأخر في النتيجة، هدف حطين لا شيء الوحدة. إذن أصحاب الأرض بتقدم، مصطفى جنيد المنفجر في إياب هذا الموسم، خامس هدف له مع فريق حطين هذا الموسم، هداف حتى الآن يفك الشراكة مع مثنى عرقاوي ومع محمد قلفاط ويصل إلى هدفه الخامس. انطلاق الآن لعلي رمال يحاول ممكن من بعيد التسديد، علي رمال خطير يلعب كرة عرضية ولكن على القائم البعيد تماما بدون أي مساندة، محمد قلفاط والأبعاد بعد ذلك إلى ضياء الحق، الشرطة من هناك أيضا يتقدم على الطليعة، يعني المتصارعان على البقاء يسجلان في دقيقة ذاتها وبالتالي تبقى الأمور على ما هي عليه، أيضا النواعير يسجل التعادل أمام فريق جبلة هناك في حمان، كرة ملعوبة مرة أخرى، الوحدة يحاول يلعب كرة باتجاه عبد الرحمن بركات، يحاول الضغط على حسن أبو كف ولكن الكرة مقطوعة وتدخل بعد ذلك من عبد الرحمن بركات بالفعل على حسن أبو كف الظهير الأيمن وبالتالي خطأ لأصحاب الأرض. بطاقة صفراء قد تظهر، نعم بطاقة صفراء على ضياء الحق محمد الظهير الأيسر بالنسبة لفريق الوحدة، أعتقد أنه ضرب الكرة بيده بحركة اعتراضية احتجاجية وبالتالي حكم لقاء بالفعل يشهر البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء على ضياء الحق محمد. اسمع صوت الجمهور بعد الهدف،
هدف يشعل المدرجات بكل تأكيد. بالنسبة لفريق حطين والذي كما ذكرنا بحاجة ماسة لهذا الانتصار، 3 نقاط ستضعه في مكان مميز، خاصة مع تسجيل الآن الطليعة هدف التعادل أمام الشرطة سريعا، الرد السريع من الطليعة، وحطين بالتالي الآن بهذه النتيجة يعني يخدم نفسه بشكل كبير، فارق 3 نقاط بين حطين والشرطة ومركز وحيد للبقاء يتصارع عليه الفريقان. ملعوبة الكرة باتجاه الأمام، حسن أبو كف ومحاولة وانطلاق من محمد قلفاط، يلعب الكرة العرضية، ولكن 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 طه موسى في المكان المناسب، كان ممكن محمد قلفاط أن يستغل خطأ دفاعي وسوء تفاهم بين حسين شعيب وضياء الحق محمد. ملعوبة الكرة باتجاه أنس عاجي، عبد القادر عدي، أنس عاجي مجددا، محاولة وتمريرة إلى لؤي الشريف في وسط الملعب، تمريرة ولكنها خاطئة بعد ذلك، بعد وخروج لي الكرة بالرمية التماس حطينية بعد أن اصطدمت الكرة بأنس عاجي. تلعب رمية التماس وتنفذ، تعود مجددا وحداوية بعد أن قطعت، خطأ بعد ذلك. وصلنا إلى 5 دقائق الأخيرة من عبر الشوط الأول، حطين متقدم بهدف مصطفى جنيد بعد خطأ كبير من عبد القادر عدي. استلام لي الكرة ومحاولة لعب باتجاه الأمام، البركات يحاول استلام الكرة لكن فشل في ذلك، تعود مجددا بوسط الملعب. وحداوية، خصي حبيب، حسين شعيب، لؤي الشريف، لؤي وتمريره باتجاه الامام، محاوله ولكن الكره طالت على انس عاجي في اللقطه الماضيه، وصلت سهله الى محمد مصري حارس مرمى فريق حطي. محمد مصري إذن ياخذ كامل وقته في اللقطه الماضيه ويلعب بعد ذلك كره باتجاه الامام، ابعاد من حسين شعيب تصل الى المبيض ولكن الاستلام كان خاطئ، بعد ذلك مصطفى جنيد يخسر الكره، تعود مجددا بخطا وفاول للفريق الضيف فريق الوحده. حسين شعيب بشكل قصير مجددا، تمريره الى عبد القادر عدي، عدي لؤي شريف يستلم، تمريره الى حسين شعيب مجددا مع تقدم للظهيرين بالنسبه لي علي رمال، وبالنسبه لضياء الحق مسانده بعد الشيء من لؤي شريف في المهام الدفاعيه. هذه كره ملعوبه خطره جدا، قصي حبيب والتسديده، ما زالت الخطوره خطره 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 للوحده وتسديده، يا سلام عليك التدخل في اللقطه الماضيه، تدخل دفاعي واستمسال دفاعي من امام انس العاجي صاحب القدم اليسرى القويه جدا، كان ممكن من خلالها ان يدرك هدف التعادل، ولكن استمسال دفاعي وتدخل في اللقطه الماضيه، وابعاد بعد ذلك من حسن ابو كف الى الركله الركنيه من الجهه اليسرى، وتوقف للعب مجددا لعلاج حسن ابو كف اللي تعرض للاصابه في اللقطه الماضيه بعد تسديده قويه جدا، كان ممكن من خلالها انس عاجي ان يدرك هدف التعادل. شوف اللقطة، شوف اللقطة كان الخطأ، الخطأ الكبير 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 جدا من عبد القادر عدي، يستغله مصطفى جديد أحسن استغلال ويضع الكرة بهدوء في المرمى، هدف أول لفريق حطين.
يعود اللعب إذن للاستئناف مع ركلة ركنية ووجود ضياء الحق وحيدا، ربما تلعب الركلة الركنية بشكل قصير، تأخر بعد الشيخ وصي حبيبه، بالتالي ستلعب طويلة على القائم الأول. خطرة الكرة الماضية، ولكن الإبعاد بعد ذلك جاء وانطلاقة لنور غريب بهجمة مرتدة وحيدا، يحاول المرور، يمر بشكل ناجح من علي رمال على الجهة اليسرى، انطلاقة لنور غريب، اللاعب المهاري والسريع ممكن تغيير اتجاه اللعب، بالفعل يغير اتجاه اللعب بشكل ناجح، هجمة مرتدة مثالية وتمريرة باتجاه الأمام، ولكن راية وتسلل في اللقطة الماضية يشير إليها الحكم مساعد، وبالتالي تعود الكرة وحدوية من بوابة ركلة حرة غير مباشرة، تلعب بشكل سريع من طه موسى باتجاه ضياء الحق وانطلاق على الجهة اليسرى، هجمة مرتدة يعني كان سريعة جدا وتصرف مثالي كان من نور غريب في اللقطة الماضية بالمرور، وبعد ذلك عكس الكرة على القائم أو على الجهة الأخرى، لكن كان مثنى عرقاوي بموقع غير سليم، وبالتالي تعود الكرة وحدوية. دقيقتين وقت بدل ضاع على ما يبدو، تلعب الكرة وتعود لمبيض، لمبيض يموه، يلعب كرة إلى داخل منطقة الجزاء وخروج لمحمد مصري باقتدار فوق الجميع، يلتقط الكرة الماضية. محمد مصري يلعب كرة باتجاه الأمام، حسين جويد وحيدا يحاول انطلاق على الجهة اليسرى والسيطرة على الكرة، يحاول ما زال لكن أمامه علي رمال بالتغطية الدفاعية، يقطع الكرة الماضية إلى أنس بلحوص ومنه إلى الأمام، لكن كرة خاطئة تماما من قصي حبيبي، يستعيدها فريق حطين صاحب الأرض والجمهور والمتقدم حتى الآن بهدف مصطفى جنيد. تبادل الكرات بوسط الملعب، سيطر على الكرة، الانطلاقة لمصطفى شنيد على الجهة اليسرى، يحاول المرور، حكم اللقاء يشير إلى الخطأ بالفعل، وتدخل كان من علي رمال يكسب من خلاله مصطفى شنيد، خطأ بكل مهارة وبراعة من على الجهة اليسرى، خطأ وركلة حرة أيضا حطينية. هذه الكرة وهذه الإعادة، شوف انطلاق مصطفى شنيد المهاري، موه بجسمه بشكل مميز جدا، وبعد ذلك جاءت العرقلة وركلة حرة أيضا لأصحاب الأرض. حسين جويد كما هي العادة على تنفيذ الكرات الثابتة مع لعبنا في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب كبدل ضاع لأحداث الشوط الأول، حسين جويد على التنفيذ، هل تحمل هذه الكرة أفراح حطينية، هذه كرة وأبعاد، وبعد ذلك جاءت صفرة حكم لقاء طاهر بكار ليعلن عن نهاية أحداث الشوط الأول، شوط يتقدم فيه فريق حطين بهدف مصطفى جنيد في لقاء مهم ومهم جدا بالنسبة لأصحاب الأرض في تفادي الهبوط، نلقاكم بأحداث الشوط الثاني، لا تذهبوا بعيدا، إلى اللقاء. متابعي صدى فيم سبورتس في كل مكان، نرحب بكم مجددا من ملعب الباسل الفيل اللاذقية في تغطية لأحداث لقاء حطين والوحدة. الشوط الأول كان قد انتهى على تقدم أصحاب الأرض حطين بهدف مصطفى جنيد بعد خطأ كبير جدا من عبد القادر عدي كلف فريقه التأخر في النتيجة. حطين يبحث كما ذكرنا وعدنا مرارا وتكرارا في هذه المباراة عن 3 نقاط يضمن فيها بشكل كبير بقاؤه هذا الموسم ضمن دوري الكبار، وحتى الآن يحقق ما يريد خاصة مع تعادل فريق الشرطة في دمشق هناك أمام الطليعة. كرة حطينية تعود إلى حمود الحمود مع انطلاقة أحداث الشوط الثاني، لنشاهد كيف سيكون العرض بالنسبة لفريق حطين، تقدم في النتيجة وبالتأكيد سيكون للوحدة الضغط والسيطرة مع الدقائق الأولى بأحداث الشوط الثاني. قصي حبيب يستلم الكرة، يعود مجددا أنس بلحوس، تمريرة إلى الأمام، قصي حبيب يحاول يغير اتجاه اللعب تماما على الجهة اليسرى، ضياء الحق محمد، انطلاقة من عبد القادر عدي، تعود إلى الخلف وتبادل الكرات مع لؤي شريف ومنه إلى قصي حبيب، بعد ذلك تمريرة باتجاه الأمام، استلام من أنس عاجي، انطلاقة ناحية الأمام، فرصة لفريق الوحدة مع الدقائق الأولى لأحداث الشوط الثاني، عرضية داخل المنطقة ولكن الإبعاد بعد ذلك يأتي من حمود الحمود، تصل أقرب إلى أنس بلحوس أمامه مساحة للتسديد، من بعيد يسدد كرة تمر جانبية ولم تشكل أي خطورة على مرمى محمد مصري، تخرج إلى ركلة مرمى.
ركلة مرمى اذا لحطين. هدف مصطفى جنيد يعني قبل نهاية احداث الشوط الاول. هيأ بالتأكيد الفريق نحو قوة وقدرة نفسية بالتأكيد للحفاظ على النتيجة بكل ما أوتي من قوة، لأنه الفوز بغض النظر عن النتائج الأخرى يضع حطين في مكان يعني جيد نسبيا في البقاء. وإن استمرت الأمور على هذا الحال بتعادل فريق الشرطة فالأمر يكون قد حسم تماما بفارق سيتوسع بين الفريقين من 3 نقاط إلى 5 نقاط مع تبقي مباراة واحدة، وبالتالي هبوط فريق الشرطة رسميا إلى دوري الدرجة الأولى، عفوا نعم بالفعل الأولى. رمية التماس حمود الحمود يطلب تبديل الكرة. تلعب بشكل مميز ناحية القلفات، يستلم القلفات هذه الكرة، يحاول العودة للخلف مصطفى جنيد المتميز والمتألق مع دقائق المباراة. تمريرة باتجاه الأمام، مصطفى حاول بالتمرير ناحية حسين جويد، قطعت الكرة بعد ذلك، عادت وحداوية بهجمة مرتدة، انطلاقة ومحاولة خروج بالكرة، تدخل من نور غريب، محاولة وخطأ بعد ذلك يشير إليه حكم اللقاء طاهر بكار، ينفذ الخطأ بشكل سريع وتلعب بعد ذلك إلى ضياء. ضياء يحاول مرور والتمرير باتجاه عاجي ولكن تمريرته قصيرة. عادت حطينية بهجمة وانطلاقة حسين جويد، يحاول بوسط الملعب يكسب خطأ بعد ذلك بتدخل من عبد القادر عدي، خطأ من عبد القادر عدي. تعود الكرة وخطأ لأصحاب الأرض حسن أبو كف. ملعوبة وتغيير اتجاه اللعب ولكن خطأ كبير من الرمال في تقدير هذه الكرة، بالتالي تعود لمصطفى جنيد، حاول فيها ولكن الكرة خرجت إلى ركلة مرمى، لم يحسن التعامل معها بشكل صحيح مصطفى جنيد لتعود الكرة وحدوية. طه موسى شوف التقدم والضغط من لاعبي فريق حطين إلى الأمام، مع العلم طبعا دائما وأنه فريق الوحدة يلعب الكرات بشكل قصير تماما وخروج بالكرة بشكل بتمريرات قصيرة سريعة. تلعب الكرة على الجهة اليسرى، ضياء، ضياء الحق بشكل عرضي ينطلق، يستلم الكرة ويمرر بعد ذلك على الجهة اليسرى، انطلاقة من العاجي ممكن يرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة العمليات، رأسية من البركات ولكنها تمر جانبية وتخرج إلى ركلة مرمى. خطير جدا البركات في مثل هذه الكرات، ارتقاء عالي وطول قامة تساعده على كسب الاحتكاك الهوائي، وبالتالي الكرة الماضية كان ممكن أن تشكل خطورة أكبر، لكن شوف بالإعادة هذه الرأسية مرة جانبية ولم تشكل الخطورة الكافية. خالد الحجة وتنفيذ لركلة المرمى، تلعب باتجاه الأمام أقرب إلى ضياء، رأسية تصل بعد ذلك إلى حسين جويد، يحاول لعبها باتجاه الأمام ولكن تقطع الكرة، تعود وحداوية. ضياء الحق يحاول الانطلاق والتمرير باتجاه الشريف لؤي، تمريرة باتجاه الأمام وانطلاقة محاولة على الجهة اليسرى لكن الكرة طالت على أنس العاجي وخرجت إلى رمية تماس حطينية. رمية تماس من الجهة اليمنى حسن أبو كف، الظهير الأيمن يلعب كرة باتجاه الأمام، رأسية من جويد باتجاه مثنى ولكن مقطوعة، تعود للوحدة يحاول السيطرة على الكرة. ضياء في اللقطة الماضية أكثر اللاعبين ربما لمسة للكرة، ضياء في المباراة حتى الآن. كرة ملعوبة تقطع بعد ذلك تصل إلى قصي حبيب، يحاول من أمام مصطفى جنيد، مصطفى يقطع هذه الكرة، يحاول مرور من قصي حبيب والفعل يمر ويمرر بعد ذلك إلى قلفات، يحاول الدخول ولكن التغطية الدفاعية من أنس بلحوس والكرة بعد ذلك تخرج إلى رمية تماس. بلحوس وتبادل الكرات مع علي رمال ومنه إلى الشريف لؤي، ممكن يخطأ خطأ آخر ولكن حسين شعيب في التغطية، تعود إلى قصي حبيب. ما زال فريق الوحدة مصر على نهجه على أسلوبه في البناء من الخلف، رغم أنه عديد اللقطات كان ممكن أن يستغلها
فريق حطين ربما بشكل افضل من هاللقطه الماضيه، لكن الكره وبعدها بعد ذلك من حسين شعيبه وصلت الى خطا لاصحاب الارض فريق حطين. حمود الحمود باتجاه قلفات يحاول المرور من بين لاعبين بشكل مميز، يمر القلفات خطير القلفات، ولكن الكره طالت الكره الماضيه وعدت وعبرت وخرجت الى ركله مرمى. على ما يبدو تعرض لإصابة محمد خلفاط في اللقطة الماضية. سلامات واحد من أهم اللاعبين في موسم فريق حطين هذا الموسم، 4 أهداف لمحمد خلفاط على كل من الجيش والنواعير والشرطة والكرامة، ويبقى هدفه في شباك الكرامة على استاد البعث في جبل. مباراة كانت منقولة فريق حطين، واحد من أجمل أهداف حطين هذا الموسم، إضافة لهدف زين خديجة على الكرامة في ذهاب هذا الموسم. أيضا محمد خلفاط الذي يقدم أداء جيد في دوري هذا العام، رغم نيل الكثير من الانتقادات بأنه ربما يضيع بعض الفرص، ولكن لاعب في استلام الكرات وتهيئتها وبناء اللعب مميز بشكل كبير جدا بالنسبة لفريق حطين. هذه كرة وتمريرة وحدوية انطلاقة ناحية الأمام، محاولة هروب من أنس عاجي، خطير أنس عاجي يسدد، هو محمد مصري بعجوبة، محمد مصري يتألق بتسديدة أنس عاجي الماضية، كان ممكن يهرب من خلف المدافعين، كان ممكن يستغل خطأ دفاعي في التغطية، سدد كرة ولكن كانت ضعيفة بعد الشيء، ومحمد مصري بقدمه يتصدى للكرة الماضية، تعود الكرة مجددا للوحدة علي رمال، يبدأ الضغط الوحداوي في الدقائق الماضية، خطأ يكسبه بعد ذلك قصي حبيب، بطاقة صفراء قد تظهر على مصطفى جنيد في اللقطة الماضية بعد إبعاده الكرة بالفعل، بطاقة صفراء مجانية، بطاقتين صفراوتين في المباراة، واحدة لضياء الحق أيضا كانت مجانية بعد اعتراض، ومصطفى جنيد الآن ينال بطاقة صفراء أخرى في اللقاء. دعي الشريف هدف وحيد للؤي الشريف كان في مرمى عفرين، المباراة اللي انتهت بـ6 أهداف مقابل هدف سداسية، كانت وحداوية ومهرجان أهداف هناك على الهابط رسميا فريق عفرين. هذه كرة وعرضية ولكنها خرجت الكرة إلى ركلة مرمى بإشارة من الحكم المساعد مازن زيزفور. هذه الإعادة للفرصة اللي كان ممكن من خلالها الوحدة أن يسجل هدف، التغطية كان ممكن فيها خطأ بن حسن أبو كف، ولكن محمد مصري تألق في اللقطة الماضية وأنقذ مرمى فريقه من هدف كان ممكن ليكون صعب في توقيته على فريق حطي. إصابة أخرى وسقوط آخر، وحسن أبو كف هذه المرة يطلب الخروج وتلقي العلاج خارج أرضية الملعب. حتى الآن الوحدة خاسر، وبعد خسارة أيضا أمام الشرطة كانت كبيرة في الجولة الماضية، يعني يظهر ربما خلل كبير في الدوري نتحدث عنه كل موسم، وهو أنه الكثير من الفرق تقضي العديد من المباريات بدون أي أهمية وبدون أي منافسة. الوحدة يعني أنهى المنافسة على الدوري، أنهى حظوظه مبكرا وبقي ليلعب مبارياته في الدوري دون يعني منافسة، وهذا شيء يؤثر بكل تأكيد على شخصية ونفسية اللاعب في الدوري. وكان في مطالبات عديدة بتوزيع أكبر للمقاعد الخارجية بالنسبة للفرق باعتبار أنه كان للدوري السوري ولسوريا 3 مقاعد آسيوية، نصف مقعد في دوري أبطال آسيا ومقعدين في كأس الاتحاد الآسيوي، ومقعد أيضا كان في البطولة العربية، يعني 4 مقاعد خارجية كان ممكن توزيعها بشكل واحد لبطل كأس الجمهورية و3 ربما للمراكز الأولى في الدوري، وهذا ما يزيد من حساسية وحماس الدوري بأن ينافس 4 أو 5 فرق على المراكز الثلاث الأولى. لكن ما نشاهده اليوم بفريق الوحدة مثال كبير صراحة على أمر وخلل كبير في الكرة السورية، بأنه خلاص أصحاب المراكز الثلاث
الثالث والرابع والخامس وربما السادس أيضا في مأمن تماما، ومباراتهم أصبحت تحصيل حاصل لربما في جولات الدوري السوري الأخيرة. على العموم نعود لمباراتنا وتعود الكرة وحداوية لؤي، يحاول لعب الكرة باتجاه منطقة الجزاء ولكن بعد ذلك ومحاولة حصول على الكرة من كوجلي، تمريرة لمصطفى جنيد، يموه مصطفى أمام قصي حبيب، يحاول قتالية عالية من مصطفى أمام ثلاث لاعبين، تقطع منه الكرة بعد ذلك. البركات يحاول المرور من أمام نور غريب بقوة بدنية، يحاول ولكن نور بلمسة يقطع الكرة الماضية. تعود الكرة وحداوي حسين شعيب إلى قصي حبيب، فقد الكرة كان محمد خلفات في اللقطة الماضية وعادت وحداوية وكرة ملعوبة خلف المدافعين ولكن أقرب إلى محمد مصري. ربما فريق الوحدة أصبح يعتمد بشكل كبير على لعب الكرات الطويلة خلف المدافعين وكان ممكن أن يسجل من إحداها عن طريق أنس العاجي. إسماعيل الحافظ يستعد للدخول. محمد مصري حاول إخراج الكرة إلى خارج أرضية الملعب ولكن لم تخرج الكرة، أخطأ التقدير وعاد الكرة وحداوية. حطين يلعب منقوصا من حسن أبو كف الذي يعود الآن ويتحمل على إصابته ليكتمل نصاب فريق حطين 11 لاعب، لكن حسن أبو كف نشاهده يعني في بعرجة خفيفة ممكن تؤثر بالتأكيد على أكمال اللقاء، وأعتقد سوف يخرج بالتأكيد ويحل مكانه إسماعيل الحافظ في الدقائق القادمة. هنا كرة وتدخل من الخلف كان قاسي من علي رمال على مصطفى جنيد وبطاقة صفراء تظهر، هي الثانية على فريق الوحدة والثالثة في اللقاء. إذن علي رمال قائد فريق الوحدة ببطاقة صفراء وتبديل الآن بالفعل، يخرج حسن أبو كف ويدخل إسماعيل الحافظ. إذن بالتالي بطاقة صفراء أخرى تظهر على حسن أبو كف بالفعل. إذن حسن أبو كف يتلقى بطاقة صفراء لتأخروا في الخروج، وبعد ذلك سيخرج ويدخل إسماعيل الحافظ ليشكل ثنائي محوري مع إبراهيم بغدادي، وتحول خالد الحجة لمركز الظهير الأيمن. إذن بطاقة صفراء كانت على حسن أبو كف أيضا، إذن بطاقتين صفراوتين لكل فريق حتى الآن. يعود اللعب للاستئناف بعد خطأ وعرقلة كانت من علي رمال على مصطفى جنيد. عبد الرحمن بركات كان في اللقطة الماضية يبحث عن ربما خلل وسوء تفاهم بين لاعبي فريق حطين، لكن صافرة الحكم لم تكن لتأتي بعده، وبالتالي الآن تلعب الكرة تلعب باتجاه مصطفى جنيد على الجهة اليسرى، يلعبها باتجاه قلفاط، يحاول هروب قلفاط ولكن لؤي الشريف والإبعاد بعد ذلك إلى ركلة ركنية حطينية من الجهة اليسرى. ركلة ركنية حطينية من الجهة اليسرى مع تقدم لحمود الحمود وإسماعيل الحافظ ومثنى عرقاوي ومحمد قلفاط بطبيعة الحال للمناطق الأمامية المشاركة في هذه الركلة الركنية. ركلة ركنية إذن من الجهة اليسرى وحسين جويد يلعبها بشكل قصير وسريع إلى مصطفى جنيد، يعيدها لجويد داخل منطقة الجزاء وما زالت الخطورة، وعلي رمال باقتدار واستبسال دفاعي يقطع الكرة الماضية، فرصة خطرة جدا كانت لفريق حطين. علي رمال اعترض بشكل قوي وشديد وبحوسته بطاقة صفراء، وعليه الحذر كل الحذر من بطاقة صفراء ثانية تخرج خارج الملعب بطاقة صفراء ثانية وبطاقة حمراء. بالتالي خطأ لفريق الوحدة، تلعب الكرة بشكل سريع. خالد المبيض تعود إلى رمال، حسين شعيب يستلم، ملعوبة الكرة باتجاه الأمام نور غريب، نور وتمريرة محمد قلفاط، يحاول لعب الكرة باتجاه الأمام ولكن الكرة طالت وخرجت إلى رمية التماس. رمية التماس وحداوية تصل بعد ذلك إلى أنس بلحوس. أنس يحاول ولكن في مكان خطير مضغوط عليه من مثنى عرقاوي ومحمد قلفاط، يعود ويستخلص الكرة الماضية، يعود بالتالي إلى حسين شعيب.
اللعب بالنار بالنسبه لفريق الوحده، اللعب من الخلف والتباطؤ في اخراج الكره من المناطق الخلفيه، تصل بعد ذلك الى محمد طلفات يهيئها لمصطفى جنيد، فرصه خطره لحطين، مصطفى جنيد ممكن يسدد ولكن تسديده ضعيفه كانت الكره الماضيه يا مصطفى، وبالتالي تخرج الكره الى ركله مرمى. هذه الكره وهذا التمويه سبق وان سجل مصطفى بنفس الطريقه على 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 فريق جبله على حارس المرمى ابراهيم عالبه، المباراه التي اقيمت على هذا الملعب، لكن تسديدته هذه المره لم تكن بالشكل المناسب. كرات خاطئه كثيره بين الفريقين تستقر نهايه عند نور غريب، ومنه الى حمود الحمود، يلعب كره باتجاه الامام، محاوله من مثنى يحاول استلام الكره ولكن لمسه يد واضحه كانت في اللقطه الماضيه وركله حره تنفذ بشكل قصير ملحوس الى الرمال. قصي حبيب يستلم يحصل على خطا بعد تدخل من محمد قلفاض. مبيض لؤي الشريف ومنه الى حسين شعيب، يموه ويمرر بعد ذلك لضياء الحق على الجهه اليسرى، ضياء يحاول مبكر لعب كره عرضيه، لا يمرر الى انس عاجي، انس بمكان مناسب يستحوذ على هذه الكره، يحاول مرور من اسماعيل حافظ ويلعب الكره العرضيه وتدخل بعد ذلك الابعاد، لا لم تكن هناك تدخل، لم يكن هناك ابعاد، كره انس العاجي خرجت الى ركله مرمى. نشاهد سامر خانكان المهاجم الذي سجل هدف الانتصار بالنسبة لحطين على الوحدة هناك في دمشق في ذهاب هذا الموسم، يستعد للدخول في الدقائق القادمة بحسابات المدرب أحمد هواش. تلعب الكرة وتعود، محاولة كانت من أنس عاجي يرتكب خطأ أمام خالد الحجة وتعود بالتالي حطينية، تعود حطينية بخطأ من الجهة اليمنى. إذن سامر خانكام كما ذكرنا يستعد للدخول في الدقائق القادمة، واحد من أربع لاعبين من فريق حطين سجلوا وسبقوا أن سجلوا في شباك فريق الوحدة تاريخيا، واحد منهم غائب طبعا للإصابة هو جلال ذكر، وأحدهم أيضا حسن أبو كف اللي خرج أيضا في تبديل اضطراري، وأيضا اللاعب الرابع هو خالد كوجلي سبق وأن سجل بخميس فريق حطين على فريق الوحدة، لكن أيضا هناك الغياب المؤثر بالنسبة لأسامة عمري المصاب، أسامة عمري بستة أهداف في رصيده في مرمى فريق حطين، اثنين منها كان في موسم 13-14 وهدف موسم 16-17 المباراة التي انتهت بالسداسية هنا على هذا الملعب، وبعد ذلك هدفين في ذهاب موسم 17-18 وهدف في ذهاب 19-20، لاعب هداف أمام فريق حطين يخيب عن هذه المباراة، ولعلها ضربة قوية بالتأكيد بالنسبة لفريق الوحدة الفريق القادم من دمشق. تبديل إذن بالفعل وخروج سيكون لمحمد قلفاط ودخول لسامر خانكان، وأيضا سيكون هناك دخول لفراس كريم من جانب نادي الوحدة. إذن خروج لمحمد قلفاط ودخول لسامر خانكان في الدقائق القادمة، وأيضا خروج أو عفوا دخول لفراس كريم صاحب الفانيلا رقم 27 وخروج لأنس العاجي على ما يبدو بالفعل الجناح الأيسر بالنسبة لفريق الوحدة. إذا أنس العاجي يخرج وفراس كريم يدخل ولاعب شاب آخر، وما زال الاحتكاك ما بين علي رمال وبطاقة حمراء، بطاقة حمراء ستظهر بالفعل على قائد فريق الوحدة، احتجاج كان غير مبرر صراحة من علي رمال، وكنا حذرنا بأنه علي رمال بحوزته بطاقة صفراء، كثرت احتجاجاته في اللقطات الماضية وتصرف يعني لا يليق صراحة بقائد الفريق، لكن لا نعرف صراحة السبب الحقيقي وراء الاعتراض، لربما يكون علي رمال محقا، بكل الأحوال كان ممكن ضبط النفس بشكل أكبر، الوحدة متأخر والآن سيلعب منقوص
من خدمات قائده وظهيره الأيمن علي رماد. بالفعل يذهب علي رمال بطاقة صفراء ثانية، كان في تدخل مباشر على مصطفى جنيد في البطاقة الصفراء الأولى، التدخل كان مقصود وبعد ذلك احتجاج كان مبالغ فيه، لا نعلم طبعا السبب، ربما أقول وأعيد وأكرر ربما يكون محقا، لكن بكل الأحوال البطاقة الصفراء الثانية تظهر وبالتالي طرد في هذه اللحظة. إذن الأمور تزداد صعوبة على فريق الوحدة وتزداد ربما سهولة على فريق حطين المتقدم والذي يلعب بتفوق عددي في الدقائق القادمة مع وصولنا للدقيقة 68. تلعب الكرة وتلعب رمية التماس مجددا، لؤي الشريف يلعب كرة باتجاه الأمام أبعاد من البغدادي تصل إلى خالد المبيض، انطلاقة ومحاولة ولعب كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعاد مجددا من إبراهيم بغدادي، كرة عرضية كانت من ضياء الحق، بكل الأحوال تعود الكرة وحداوية، الشريف باتجاه نسب الحوص قصي حبيب على ما يبدو يعود مكان علي رمال كظهير أيمن فيما تبقى من دقائق المباراة. هذه كرة ومحاولة وانطلاقة وسيطر على الكرة وتهيئة بانتظار المساندة، فراس كريم كان في اللقطة الماضية يتبادل الكرات بشكل جيد مع عبد القادر عدي، ما زال يحاول لكن كرة تطالت لم يستطع التحكم بها بشكل جيد والكرة بعد ذلك تخرج إلى ركلة مرمى. يحيى الكرك يستعد أيضا للدخول في الدقائق القادمة بالنسبة لفريق الوحدة، يحيى الكرك وهدف وحيد أيضا في شباك فريق عفرين، صاحب الفانيلا رقم 15 يستعد للدخول في الدقائق القادمة. ركلة مرمى تنفذ تعود من خالد المبيض، كوجلي مثنى مصطفى جنيد، جنيد يحاول يلعب إلى نور غريب، نور وتمريرة لحسين جويد بشكل مميز، تبادل الكرات في وسط الملعب، تمريرة ناحية الأمام، محاولة هروب لخالد الحجة ولكن ضياء الحق في التغطية، محاولة من خالد ما زال في الضغط على حامل الكرة ولكن خروج بعد ذلك بالكرة وتقطع الكرة الماضية، سامر خان كان يحاول لعب الكرة ناحية الأمام ولكن كرة تطالت ومرت سهلة ناحية حارس المرمى طه موسى. طه موسى يلعبها باتجاه الأمام، أبعاد بعد ذلك من إسماعيل حافظ، خالد وتمريرة باتجاه الجويد، لجويد يسيطر على كرته ما زال حكم لقاء يشير الى استمرار اللعب وبالتالي تعود حطينيه، انطلاقه وتمريره باتجاه الامام لؤي شريف، تمريره ناحيه عبد القادر عدي يحاول المرور بشكل مميز، يحافظ على الكره ولكن تدخل من حمود الحمود، يتراجع نحو الخلف يتدخل ويقطع الكره الماضيه، تمريره من نور غريب بعد ذلك خاطئه تعود وحداويه الكره والهجمه، انطلاقه من خالد المبيض يطلب الدخول والمسانده من على الجهه اليسرى، ما زال يحافظ على الكره ويدخل وحكم لقاء يشير الى خطا بعد ذلك، بعد التدخل الماضي والاحتكاك الماضي فريق الوحده يكسب ركله حره من الجهه اليسرى. هذا الخروج للؤي الشريف ودخول ليحيى الكرك. إذا الخروج للشريف ودخول للكرك وتبديل إذا يتم وركلة حرة بعد ذلك ستنفذ بالنسبة لفريق الوحدة مع وصولنا للدقيقة 71. فرصة ممكن لفريق الوحدة للعودة وإدراك هدف التعادل، لنشاهد ونتابع هذه الكرة الملعوبة تلعب بشكل قصير، بالفعل ضياء يحاول التسديد ولكن تغطية دفاعية من مصطفى جنيد، تصطدم الكرة وتخرج إلى رمية التماس تعود للوحدة،
رغم النقص العددي لنا السيطرة على الكرة حتى الآن وحداوية، وهذه الكرة خلف المدافعين، محاولة لعب كرة عرضية، هو محمد المصري في المكان المناسب يتلقى هذه الكرة العرضية ويستقبلها بجدارة ويكسب كامل الوقت في الدقائق القادمة. عرضية كانت من اللاعب البديل فراس كريم. أنس بلحوث باتجاه نور غريب والتمريرة باتجاه الأمام، تغيير اتجاه اللعب ناحية مثنى. عرقاوي يلحق بالكرة على الجهة اليسرى بانتظار المساندة من حمود. الحمود بالكعب مميز، الكرة الماضية محاولة دخول من حمود ولكن التغطية الدفاعية من أنس بلحوس والأبعاد بعد ذلك إلى رمية تماس لأصحاب الأرض. المنطقة ولكن حكم اللقاء يشير إلى خطأ على سامر خان كان في اللقطة الماضية، وبالتالي تعود الكرة وحداوية، تعود الكرة للضيوف. قصي قصي حبيب والتمريرة باتجاه ضياء. ضياء الحق ينطلق بشكل مميز على الجهة اليسرى، يموه ويحافظ على كرته، يبحث عن زميل، يبحث عن تمريرة، يبحث عن حل، ما زال يتقدم بشكل مفرد، يحاول التمرير بعد ذلك لخالد المبيض، قطع الكرة بعد ذلك وجلي، وبعدها إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية وحداوية من الجهة اليسرى. تلعب الركلة الركنية بشكل سريع، عبد الرحمن بركات داخل المنطقة، وبعد ذلك ارتكب الخطأ، ارتكب الخطأ ووقع في المحظور، وبالتالي تعود الكرة حطينية. استعجل خالد المبيض في تنفيذ الركلة الركنية، حاول أن يفاجأ الفريق المضيف ولكن لم يتعامل معها عبد الرحمن بركات بشكل مناسب، وبالتالي تعود الكرة حطينية من ركلة حرة غير مباشرة. اللعب ما زال متوقف إذن، وطلب العلاج مجددا إذن، واللعب يتوقف بعد وصولنا للدقيقة 74 وتقدم حتى الآن حاطين بهدف وتعادل الشرطة هناك في دمشق أمام الطليعة. هذا يعني هبوط الشرطة رسميا بتوسيع الفارق لخمس نقاط مع حاطين، مع تبقي جولة واحدة وبقاء حاطين رسميا في دوري الدرجة الممتازة. موسم صعب بالتأكيد مر على فريق حطين، يعني خاصة بعد عام شهد انتكاسة كبيرة للكرة الحطينية، يعني ربما تصادف ذكرها بعد يومين من الآن ذكرى خسارة نهائي كأس الجمهورية، الكأس الذي كان ممكن أن يضع حطين في مكان وطابق آخر تماما بمشاركة آسيوية مع استمرار دعم، ربما لو حقق هذا الكأس ليكون حطين في منافسة لموسم آخر على بطولة الدوري أو بطولة الكأس، لكن الخسارة غيرت كل شيء وغيرت ربما خارطة وغيرت طريق فريق حطين في الموسم الحالي. نشاهد نتائج المباريات الحالية، أهلي حلب ما زال متقدم على الكرامة، الشرطة متعادل مع الطليعة، الحرجلة متقدم على الفتوة هناك في دمشق بهدفين، والنوعير وجبلة والتعادل الإيجابي، طبعا النوعير ومباراة تحصيل حاصل باعتباره أنه هبط رسميا رفقة عفرين إلى الدرجة الأولى. تعود الكرة مجددا إلى حسين شعيب، شعيب بلحوس قصي حبيب، قصي وانطلاقة ومحاولة بوسط الملعب غير مضغوط عليه، ما زال يتقدم، يمرر باتجاه خالد المبيض، يستلم خالد هذه الكرة وحكم اللقاء يشير إلى الخطأ، بعد ذلك تدخل كان من حسين جويد. طبعا فارق المواجهات بين حطين والشرطة يميل لصالح الشرطة، وهذا السبب أنه إذا انتصر الشرطة سيتأجل الحسم للجولة القادمة. هذه كرة من ضياء، عرضية على القائم البعيد، محاولة من عبد الرحمن بركات يحاول الحفاظ على كرته داخل منطقة العمليات، حكم اللقاء قريب يشير إلى استمرار اللاعب لا يوجد شيء، وتعود بهجمة مرتدة ولكن تشتيت كان من مثنى عرقاوي، تعود بعد ذلك من حسين شعيب بشكل خاطئ وأبعاد إلى رمية تماس للاطمئنان على عبد الرحمن بركات الذي كان في احتكاك في اللقطة الماضية. نشاهد هذه عرضية ضياء في اللقطة الماضية، حاول عبد الرحمن بركات بقوة بدنية استلام هذه الكرة، طالت عليه وحاول بعد ذلك المرور والتدخل بعد ذلك والإبعاد من دفاعات فريق حطين للكرة الماضية.
تلعب الكره حطينيه باتجاه الامام. سامر خان كان يحاول لعب الكره الراسيه ناحيه حسين جويد، ولكن تدخل دفاعي من حسين شعيب، ضغط من لاعبي فريق حطين بشكل متقدم موجود. سامر خان كان ومثنى عرقاوي وحسين جويد، ويكلف بعد ذلك الوحده كان ممكن يفقد الكره، ولكن حكم لقاء اشار لخطا بعد ذلك، وبالتالي تعود الكره وحده تعود للفريق الضيف. ملعوبة الكرة، طه موسى باتجاه الأمام، خاطئة من قصي حبيب، تقطع منه الكرة وتعود لمصطفى جنيد، يحاول لعبها باتجاه حسين جويد، ولكن التغطية الدفاعية كانت من يحيى الكرك، وبالتالي تعود وحداوية مجددا ضياء، وانطلاق على الجهة اليسرى بجانبه خالد المبيض، انطلاقة وحداوية ومحاولة، ما زال الوحدة يحاول تسجيل هدف تعادل للملاءة. هذه كرة خالد المبيض تعثر لكن حافظ على كرته، يحاول مرور وعكس كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ما زال يحافظ على كرته، يحاول الانطلاق والمرور، ولكن التغطية الدفاعية تقطع الكرة وتعود مجددا وحداوية بتمريرة خاطئة. حتى الآن حطين ضعيف في الكرة الثانية، يقطع الكرة ولكن يعيدها لفريق الوحدة، وهذا ما زال يعني يشكل بعض الخطورة على الفريق المضيف. سامر خان كان يحاول وحيدة من ثلاث لاعبين، تمريرات في الخط الخلفي تعود لحسين شعيب، تمريرة خاطئة تماما بعد ذلك كان من يحيى الكرك بعيد عن ضياء، ربما الوحدة بالطرد وبالتأخر بالنتيجة بخطأ دفاعي خرج من المباراة يعني ذهنيا. نتحدث أكيد الطرد أعتقد هو العامل المؤثر الأكبر حتى أكثر من الهدف، لأن الهدف ممكن تعويضه، لكن اللاعب وقائد بحجم علي رمال لا يمكن تعويضه، وبالتالي خروجه حتى الآن يؤثر ذهنيا على فريق الوحدة. قصي حبيب مجددا، استلام لي الكرة في رأس كريم والعودة لقصي حبيب، تمريرة لم تكن بالشكل المثالي، وبالتالي تعود لقصي تحت الضغط، يعود إلى أنس بلحوس، أنس بلحوس ومن هو إلى حارس المرمى طه موسى، تغيير اتجاه اللعب بشكل خاطئ تماما، كرة تعود حطيني مجددا إسماعيل الحافظ اللاعب البديل واللي دخل مكان حسن أبو كف بتبديل اضطراري، يلعب باتجاه الأمام رأسية تعود لسامر، سامر خان كان والمرور بشكل جيد على الجهة اليمنى يهيئها لحسين جويد، حسين يغير اتجاه اللعب والكرة العرضية، ولكن سهلة جدا سهلة جدا عند طه موسى، يلتقطها ويضعها في اللعب مباشرة، قصي حبيب يلحق بالكرة على الجهة اليمنى، قصي يحاول التمويه من أمام خالد كوجلي، وبعد ذلك التمريرة تأتي إلى خالد المبيض، المبيض وتغيير اتجاه اللعب على الجهة اليسرى، لكن الأبعاد بشكل مميز من خالد الحجة إلى رمي التماس، الوحدة ما زال يسيطر على الكرة ولكن دون تهديد فعلي ودون تهديد حقيقي على مرمى محمد مصري حتى الآن. عبد القادر عدي والتمريرة بشكل خاطئ، حمود الحمود يحاول المرور، كرة تقطع وتعود بهجمة مرتدة، خالد المبيض يستلم كرة بلحوس وتعود لبركات بلحوس، وتغيير اتجاه اللعب هذه خطيرة ناحية فراس كريم على الجهة اليمنى، يستحوذ على هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، خطير يبحث عن مرور، يبحث عن حل، عن تمريرة، عبد القادر عادي ما زال يبحث عن فرصة للتسديد ولكن تمريرته كانت خاطئة، وبالتالي تعود بهجمة مرتدة، حطيني يحسن شوية حاول المرور ولكن الكرة تقطع من الكرك، والتمريرة بعد ذلك إلى ضياء، ضياء الحق يحاول المرور وحيدا يخلق مساحة لنفسه للتسديد، يسدد بعد ذلك، الكرة تصطدم بخالد الحجة وتعود لقصي حبيب، ما زال الضغط الوحداوي في راس كريم على مشارف المنطقة، يحاول المرور داخل منطقة العمليات محاصر، يعود بعد ذلك إلى قصي حبيب، ما زالت الكرة وحداوية، عرضية رأسية، أوه! عبد الرحمن بركات بالدقيقة 81 يسجل هدف تعادل لربما يكون قاتل بالنسبة لفريق حطين، يعني كرة عرضية ووحيدا وحيدا وحيدا عبد الرحمن بركات أمام مدافعي فريق حطين يقف وحيدا ويسدد كرة رأسية تسكن شباك محمد مصري، الوحدة يعود للمباراة مع الدقائق العشر الأخيرة، وهدف مميز لعبد الرحمن بركات، وذكرنا وأنه قادر ومميز
يتميز بالكرات بالكرات العاليه والكرات العرضيه. شوف العرضيه وحيدا لكن اسماعيل الحافظ بالتغطيه الدفاعيه لم يكن بالشكل المميز والكافي ويكلف بالتالي فريقه هدف التعادل، هدف يعني قاتل صراحه، وكان ممكن ان يضمن فريق حطين البقاء مع استمرار تعادل الشرطة لولا أن هذا الهدف سجل، وبالتالي الوحدة يعود في اللقاء ويعود بهدف عبد الرحمن بركات. إذن هدف لعبد الرحمن بركات، يعني كنا نتحدث أنه السيطرة وحدوية لكن بدون أي تهديد، ومع أول تهديد حقيقي شباك حطين تهتز، وبالتالي الوحدة المنقوص من علي رمال يتعادل مع دقائق العشر الأخيرة. وهذه كرة وانطلاقة وحدوية أخرى، محاولة التسديدة من بعيد ولكن تسديدة البركات مرت جانبية وخرجت إلى ركلة مرمى. حذاري لفريق حطين، حذاري من غياب التركيز الذهني بعد تلقي الهدف، يعني شاهدنا في اللقطة الماضية وتمريرة خاطئة يعني جاءت لفريق الوحدة، كان ممكن خلالها أن يستغلها فريق الوحدة مع ربما نفسيا أحبط فريق حطين بعد هذا الهدف. لكن هذه كرة حسين جويد داخل المنطقة، ممكن هدف ثاني. عرضية حسين جويد لم تجد من يتابعها في الشباك، وبالتالي تعود الكرة وحدانية. المباراة تشتعل مع الدقائق الأخيرة بعد هدف وحداوي. الآن حطين يحاول البحث عن هدف، يحاول العودة إلى التقدم، ولكن كرة حسين جويد كانت العرضية لم تجد من يتابعها في الشباك. الآن ربما المباراة تشتعل تماما مع الدقائق الأخيرة. شوف مرة أخرى إعادة الهدف، يعني إعادة تسديدة عبد الرحمن بركات، يعني شاهدنا غياب كان ممكن للكثافة الدفاعية لحطين، كان ممكن تكلفه هدف ثاني في دقائق معدودة. بالتالي التركيز الذهني مهم، خاصة وأنه حطين متقدم كلاعبين كتعداد، لكن الوحدة عاد بشكل مميز جدا ورأسية رائعة جدا. عبد الرحمن بركات لا يمكن أن يخطئ في مثل هذه المواقع، رائع جدا الهدف والرأسية بشكل مثالي، لكن الوحدة ما زال يستحوذ وما زال يبحث. وهذه إحدى الكرات، فراس كريان يحاول على الجهة اليمنى، يحاول المرور أمام إبراهيم بغدادي، يحاول الدخول داخل المنطقة، يعيدها لقصي حبيب، قصي والتمريرة إلى عبد القادر عادي، خطيرة هذه الكرة، وإسماعيل الحافظ والإبعاد بعد ذلك إلى الركلة ركنية. ركلة ركنية للوحدة مع الدقائق نتحدث الستة الأخيرة. الوحدة بشكل آخر ربما بعد الهدف، رغم النقص العددي يتعادل، والآن يبحث عن هدف ثاني، ولما لا فريق الوحدة مع الضغط والاستحواذ الذي يطبقه على فريق حطين. ركلة ركنية، قصي حبيب يلعبها على القائم البعيد والأبعاد من إسماعيل في اللقطة الماضية. محاولة من يحيى الكرك والانطلاقة من نور غريب، سباق سرعة وتدخل مميز، كان تدخل مميز، وبعد ذلك حكم لقاء يشير إلى خطأ وبطاقة صفراء ستظهر بالتأكيد على يحيى الكرك بعد اللقطة الماضية والعرقلة الماضية. بطاقة صفراء أخرى تظهر في اللقاء. خطأ يلعب بشكل سريع وانطلاق على الجهة اليمنى، يحيى ومحاولة وانطلاقة، ولكن هناك خطأ بعد ذلك من خالد الحجة على يحيى الكرك. لربما لن يواجه فريق حطين صراحة ظروف أفضل لضمان البقاء، أفضل من هذه الظروف أن تتقدم من نتيجة من خطأ دفاعي وبعد ذلك يطرد قائد الفريق المنافس. يعني الأمور كانت كلها تتجه نحو انتصار حطيني، لكن عبد الرحمن بركات بشكل مميز يسكت الجميع ويسجل هدف. لكن المباراة ما زالت لم تنتهي، كرة لخالد كوجلي يحاول التمرير على الجهة اليمنى، لا يوجد تسلل، والمرور والكرة والتسديد. كرة مثنى عرقاوي كادت أن تجلب الفرح للجماهير الحطينية الموجودة في مدرجات ملعب الباسل. شوف التمريرة وشوف الاستلام والتمويه، ولكن ربما خانت وعبت القدم اليسرى التي ليس مميز فيها بشكل كبير مثنى عرقاوي، وبالتالي يهدر فرصة للتقدم مجددا وتعود الكرة وحداوية. ضياء يحاول المرور والانطلاق من على الجهة اليسرى بالقوة البدنية، لكن يرتكب خطأ وبالتالي تعود الكرة حطينية مع تبديل في الدقائق القادمة. خالد المبيض يخرج وزكريا الكرك يدخل أرضية الملعب. إذن بالفعل خالد المبيض يخرج
وزكريا الكرك يدخل كبديل آخر في حسابات المدرب درار الداوي. مصطفى جنيد ملعوبة باتجاه الأمام، مثنى داخل المنطقة يحاول مرور، ما زالت الكرة بحوزته، ما زالت الكرة حطينية، يحاول الدخول ولكن الكرة تقطع، وبعد ذلك كان هناك خطأ يشير إلى حكم لقاء طاهر بكارة، وبالتالي تعود الكرة من بوابة خطأ لصالح فريق الوحدة. تلعب وتنفذ بشكل سريع، يحاول مرور عبد الرحمن بركات، وربما لعب كرة باتجاه الأمام تأخر فيها، يعيدها مرة أخرى وحداوية مجددا. ضياء الحق، ضياء يستلم هذه الكرة ويمرر إلى البركات، تبادل الكرات بين اللاعبين، مسيطر على الكرة لفريق الوحدة، تنتهي بخطأ على إسماعيل حافظ من أمام عبد الرحمن بركات. علي زينة يستعد أيضا للدخول وخروج لمثنى عرقاوي، سيكون في الدقائق القادمة. لاعب شاب يخرج ولاعب شاب يدخل ويأخذ فرصته مع الدقائق الأخيرة، الدقائق الثلاث الأخيرة من عمر الوقت الأصلي. علي زينة، تعود الكرة وحداوية، ضياء على الجهة اليسرى غير مراقب، يلعب كرة عرضية بكل راحة وكلها وتسديدة رأسية ولكنها تمر جانبية. مرتاح جدا كان ضياء في اللقطة الماضية في إرسال الكرة العرضية، كان حاول عبد القادر عدي لعب الكرة الرأسية، يتحول المناطق الأمامية على ما يبدو. عبد القادر عدي يضغط على حامل الكرة، وبالتالي تعود مجددا حطني يا خالد الحجة باتجاه الأمام سامر خان كان، ويحيى الكرك وجها لوجه مع دخول لحسين جويد، ولكن التمريره كانت بعيده عن حسين، وبالتالي تعود وحداويه تمريره باتجاه الامام، محاوله انطلاقه فراس كريم، فراس يحاول ويمر بشكل ناجح، تعود مجددا الكرك الى كريم، مجددا التمريره على الجهه اليسرى ضياء، ضياء الحق ولعب الكره ناحيه الامام، محاول الدخول ولكن الكره خرجت بعد ذلك الى ركله ركنيه بالتدخل الدفاعي كان من اسماعيل الحافظ من امام فراس كريم. طبعا فراس كريم اللاعب البديل، ركله ركنيه وتقدم لانس بلحوس للمشاركه في هذه الكره، ايضا طويل القامه ممكن ان يشكل خطوره على مرمى فريق حطين. هذه الكره ومحاوله وتسديده ولكن الكره تخرج وتمر جانبيه لركله ركنيه اخرى لفريق الوحده، ركله ركنيه اخرى لفريق الوحده. ملعوبة الكرة على القائم الأول وكرة ملعوبة ولكن الكرة تمر، الكرة تمر وتعود إلى حمود الحمود، يبعدها بشكل خاطئ، تعود مجددا مرة أخرى علي زينة، يحاول المرور يمر بشكل ناجح وينطلق بهجمة مرتدة ولكن بعد ذلك من حسين شعيب يبعد الكرة إلى رمية تماس. علي زينة يستعد ويمرر باتجاه الامام، تعود الى مصطفى جنيد، مصطفى يحاول المرور يمر بشكل ناجح، مصطفى جنيد خطير هذا اللاعب، مهاري هذا اللاعب، وحكم لقاء يشير الى خطا، يشير الى خطا مع وصولنا الى الثواني الاخيره من الوقت الاصلي المحتسب، من الوقت الاصلي للشوط الثاني. هذا المرور والتدخل بعد ذلك والعرقله، ومصطفى جنيد يكسب خطا، بطاقه صفراء اخرى تظهر بالفعل في الدقائق الماضيه كانت اعتقد على انس بلحوس. أربع دقائق وقت متبق، وقت محتسب كبديل عن ضاع عن أحداث الشوط الثاني، أربع دقائق كل ما تبقى، ربما لحطين إذا ما أراد البقاء وحسم الأمور من هذه الجولة. حسين جويد على التنفيذ، إذن كرة قد تشكل خطورة بالمناسبة على مرمى فريق الوحدة. حسين جويد مهاري مميز جدا في تنفيذ الكرات الثابتة لنشاهد ونتابع هذه الكرة مع تقدم العديد اللاعبين من لاعبي فريق حطينا داخل منطقة الجزاء، منطقة عمليات فريق الوحدة. حسين جويد يلعبها على القائم الأول، رأسية، أوه كاد حمود الحمود، كاد حمود الحمود أن يسجل هدف قاتل ويعيد حطينا المقدمة، ولكن
تألق كبير لحارس المرمى طه موسى في اللقطة الماضية يمنع ويحرم فريق حطين من التقدم مجددا، لكن ما زالت الخطورة الحطينية وما زال الاستحواذ الحطيني. كرة لمصطفى جنيد يحاول المرور وحاول الانطلاقة داخل منطقة العمليات وارسال الكرة خطرة علي زينة، ممكن اغلى الاهداف بالنسبة لعلي زينة، ولكن الكرة ابعدت وعادت مرة اخرى لكوجلي. الاستحواذ والانطلاق والضغط الهجومي غير طبيعي بالنسبة لفريق حطين. هذه كرة مصطفى جنيد يحاول الدخول داخل منطقة العمليات، حكم اللقاء يشير الى استمرار اللعب، لا يوجد خطأ، وبالتالي تعود الكرة وحداوية وابعاد بعد ذلك الى خارج ارضية ملعب. رمية تماس هيجان حطيني، هيجان في ارضية الملعب وتقدم هجومي مبالغ فيه، انطلاقة ومحاولة مرة اخرى لجنيد يستلم هذه الكرة، يبحث عن خطأ والفعل يحصل على الخطأ من امام انس ملحوس، ركلة حرة جديدة بالنسبة لحطين. هذه الكرة والانطلاقة كان يبحث مصطفى جنيد عن ركلة جزاء، لكن حكم لقاء أشار إلى استمرار اللعب والآن خطأ. مع وصولنا إلى الثواني الأخيرة من الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب وقت بديل عن الضائع لأحداث الشوط الثاني، ركلة حرة إذن، وحسين جويد كما هي العادة على التنفيذ، هل يعيد ما فعله منذ دقائق بركلة حرة كان ممكن أن تشكل خطورة. هذه كرة على القائم الأول تبعد بعد ذلك من أنس ملحوس إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية تنفذ بشكل قصير. مصطفى جنيد يبحث عن حل، يبحث عن تسديدة لجنيد والتسديدة ولكنها ضعيفة وتمر جانبية وتخرج بعد ذلك إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى تلعب بشكل سريع، مساحات كبيرة في الخلف، ولكن كرة طالت على ضياء الحق في اللقطة الماضية. يبحث أيضا بالتأكيد فريق الوحدة عن مساحات في الخلف مع التقدم المبالغ فيه للاعبي فريق حطين نحو الأمام. إبراهيم بغدادي يلعبها بشكل طويل ناحية علي زينة، يستلم هذه الكرة، علي يحاول من أمام قصي حبيب، يمر بشكل مميز، زينة يسدد كرة، الله 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 على كرة قد يندم عليها سامر خان كان كثيرا، لا يوجد أسهل من هذه الكرة. شوف بالإعادة تسديدة علي زين المتألق جدا منذ دخوله، سدد ويا لها من كرة ويا لها من فرصة قد لا تتكرر وقد لا تعوض بالنسبة لحطين للعودة والتقدم بالنتيجة. أي كرة أهدرت يا سامر خان كان. على العموم تعود الكرة، ما زالت حطينية ضغط كبير في الدقائق الماضية، حمود يمر من اللاعب الأول والثاني، ولكن بعد ذلك قطعت الكرة وعادت بهجمة مرتدة للوحدة، انطلاقة وناحية الأمام، ولكن تمريرة خاطئة باتجاه الإسماعيل الحافظ، تخرج الكرة إلى رمية التماس، فرصة 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 قد تكون حديث الأسبوع بالنسبة للشارع الحطيني، فرصة لا يمكن أن يهدرها أي لاعب. سامر خان كان أهدر كرة كان ممكن أن تضع حطين في مكان آمن تماما. يعني على كل الأحوال الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب، وقت بدل ضائع، نلعب على صفر، حكم لقاء طاهر بكار الآن، والفرصة الأخيرة قد تكون بالنسبة لفريق حطين للتقدم ما بين النتيجة. إسماعيل الحافظ يلعب كرة باتجاه منطقة الجزاء مباشرة، محاولة وأبعاد من حسين شعيب رأسية، ولكن حكم لقاء أشار إلى خطأ وبعد ذلك أعلن عن نهاية أحداث المباراة الجميلة جدا والمميزة جدا بتفاصيلها، خاصة مع الدقائق الأخيرة. حطين كان ممكن أن يضمن بقاءه رسميا لولا أن عبد الرحمن بركات أدرك هدف تعادل، وبعد ذلك أهدرت هذه الفرصة التي لا تهدر يا سامر يا خان كان بعد تسديدة مميزة من علي زينة، لا يوجد أسهل من ذلك وحيدا أمام المرمى الخالي وحارس المرمى الساخط على الأرض، وبالتالي فرصة تضيع. وحطين إذا في الجولة القادمة سيبحث بالتالي عن الحسم والبقاء في دوري الكبار. كنت معكم أنا دنيس حسن في التعليق على هذه المباراة، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.